السلام عليكم، مرحبا بكم. جيتوا عندنا اليوم لرياض الزيتون، مؤسسة اللي كتواجد في طريق اوريكا، وحنا اللي في ديال السونتر كنتعلموا فيها فنون ديال الطبخ. مرحبا بكم في هذا اليوم السعيد. مؤسسة رياض الزيتون اللي هي تتبعد على تقريبا 20 كيلومتر على مدينة مراكش، واللي فيها مركز تكوين في مهن الفندقة. بالمناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة، عندنا اليوم فنانة تشكيليين اللي جاوا وبغاو يساهموا بالإبداعات ديالهم بجداريات، تشكرا للنضال ديال هاد السيدة هادي اللي هي مدام زهور السبتي من عمر العالمي. سلام، هادي سميتها لا سيترونيل، واحد النوع ديال لي زارب اللي حنا كنخدموا به في لا كويزين. ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه، ولكن عرفتها بالدارجه، سميتها الويزه الروميه. الان غادي ندخلوا من الباب الرئيسي ديال المؤسسه، من بعد ما خلينا المدرسه ديال تكوين الفندقه، ها هي اللي تابعه للمؤسسه. حنا غادي ندخلوا الى البهو الاول لمؤسسه رياض الزيتون. هادو كلهم هادو اقسام من بعد الاداره، هادو اقسام اللي كيتعلموا فيهم النساء الصناعه التقليديه بجميع المسائل ديالها، من الطرز، من الخياطه، من الفصاله، من كل ما تتعلق بالصناعه التقليديه اللي هي غادي تنمي المنطقه وتنمي المراه تيتعلموا. Thank you.
الى سميت لابسونس ديال الدراري ديال لابسونس الوغ اللي كاين تيخلو بين التصوير ديالو واللي ما كيجيش كيحيدو الشجرة ديال لابسونس كيديرو هادي فات لي بيتي بيان سور صح. سيدي مرحبا، اهلا وسهلا، تفضلوا مرحبا. هذه لا كونتين ديال رياض الزيتون، والشاف المسؤول على لا كونتين. حتى تعجبوني دوك اللمسات الاخيره ديالك ديال الطبخ بحال البلاندريسي وداك الشيء. حيت عزيز عليا شي حاجه سميتها لا كوزين. هو ماشي طبخ، هو فن، يعني تقدر توصل لواحد الحاجه بعيده في داك الطبخ، ماشي غير انك راه غير تطيب وصافي. لالا زهور السبتي بن عمر العالمي. هاد الصور هادو هما كيختزلوا مسار طويل جدا من الحياه النضاليه ديالها. كاين الكثير والكثير والكثير، ولكن هاد الصور هادو اللي فيهم هاد اللقطات فقط اللي تتختزل اهم المواقف العظيمه والتكريمات اللي كتستحق لالا زهور السبتي، ولكن كيبقاو دائما كيختزلوا مسار كبير، مسار عظيم في النضال من اجل المرأة المغربية.
اللي درتو معنا اليوم ديال اليوم السبت 1 مارس 2019 وشكرا. خادم مزكوره فنان تشكيلي وعضو في مكتب التسيير لجمعيه الوان بهجه للفنون التشكيليه، كذلك بكوني فنان اشارك بهذه الجداريه التي تعبر عن الحب والتفاؤل والجمال، واشكر كل من ساهم في اداء العمل الجميل وشكرا لكم. جبار التامري فنان تشكيلي من مدينه مراكش، شاركت بهذا العمل على اللوحه، هي لوحه ديال الجنوب، وانا جد مسرور بالمشاركه ديالي مع الاخوان. اسامه سلاك، شكرا بزاف الوان البهجه وبهذا الطابلو درت اليوم على نقطه الماء، اننا الماء هو اساس الحياه، وهادشي عجل هذه النقطه هذه وانا فرحان بزاف وشكرا. محمد كنشكر جمعيه الوان البهجه اللي منحت الفرصه انني نقوم بهذه الجداريه اللي كنعبر فيها عن الاحساس ديالي بطبيعه الحال. كذا تشوف كنساهم بهذه اللوحه مع الاخوان، كنعبر بها على المشاعر ديالي وكنعبر بها على الفرح مع البلد.